طلال، أول شيء كيف، شو شعورك؟ كيف بتوصف اللي صار؟ اللي صار شغلة كتير كبيرة على فكرة، بعدنا لحد هلأ ما استوعبناها نحن. صار في عنا حدا جوا قادر يخبرنا شو عم بيصير جوا. نحن بنحضر بالسنة مرة أو مرتين هاللايف، وعبارة عن مسرحيات، والأستاذ نبيه بري بيعملنا جو جوا وكذا، وإذا اثنين تخانقوا مع بعضهم بيعملونا شوية أكشن. طلال، قد ايه الفنان او قد ايه بتحس حالك مشارك بهالانتصار؟ يعني قد ايه بتحسه هالانتصار الك؟ ما بدي فرط فيه. يعني إذا كان إلي حصة 0.0001% بكون أفتخر بهذا الشيء، كما كتار من اللبنانيين. برجع بقول نحن قدمنا صوتنا، قدمنا أفكارنا، قدمنا محاولة تحث الناس على المشاركة. في ناس ضحت بكتير أكثر من هيك. عيب نحن يعني نعمل مقارنة بين شو عم نضحي أو شو قدمنا وبين غير ناس شو قدمت. انت بتتوقع هالنتيجة؟ طلعوا جماعة الإحصاءات عملوا لنا يعني مليون درس ووزعوا وما وزعوا. يعني بعتقد واحدة من أكبر فضايح البلد هي هالشركات تبع الإحصاءات، لأنه بيّنوا أنه، ما بدي أقول أنه بيشتغلوا لخدمة الأحزاب، ما منا لإلي أقول هيدي الجملة، لكن ما في شيء منه مزبوط بالإحصاء. بعتقد العدد اللي إجا كتير حلو، لكن بعد ما شفنا الأرقام قالت إنه نحن كان فينا نجيب كتير أحسن من هيك بعد. فبتصير بتتضايق إنه لو توحدنا مزبوط، لو تنظمت العملية مزبوط، كان فينا نجيب كتير أحسن من هيك. 17 نائب 17 تشرين، شو بيعني لك هالمفارقة؟ شفتي يعني شو، إن شاء الله تكون إشارات كلها إيجابية. وبدنا مش 17 والله يا مشلين، نحن في كتير من اللي ترشحوا حرام ما يتم الاستعانة فيهم بخوض المعارك القادمين عليها، لانه كثار من يلي لم يوفقوا جماعه دارسين ملفاتهم كثير منيح، جماعه قادرين يصنعوا تغيير باستحقاقات قادمين عليها نحن. فلازم نكون كلياتنا بايد وحده، ناجح وغير ناجح. قد ايه كنت محبط؟ قبل ايه انتخابات نيابيه والله انت من ادرى الناس بهذا الموضوع. يعني مش انا، يعني جزء كبير كبير من الشعب اللبناني محبط، والدليل انه ما بقى قادرين نظهر باسبور. يعني شو بدك بعد انه انت ما بقى قادره تعملي باسبور بدوله، قد ما في ناس فلت منه، صاروا خايفانين يعملوا باسبورات، خايفانين على باقي الشعب يفل. يعني شو بعد بدك؟ ناطورة المفاتيح. ابدا ابدا. يعني انا هيدي حجه انه ما عندنا مصاري كرمال اوراق وباسبور وكذا، لا، ما بقى بدهم الناس تفل من البلد، علما انه يلي عم يفلوا من البلد بفيدوا المنظومه اللي حاكمه، بيبعتونا دولارات من برا بضلوا واقفين على اجرين هن، لان بلا الدولارات اللي عم تجي من برا هيدا البلد كان مات من زمان كثير، كان مات.